الى كريستيان بولسين والتسديده تصطدم وتدخل بالمرمى. الهدف الاول لليوفي، الهدف الاول لليوفي، كره تخادع حارس المرمى، الحارس الارجنتيني نيكولاس نافارو، الحارس نيكولاس نافارو. هنا اعاده مره اخرى جيوفينكو، مره لكريستيان بولسين، بولسين لعب كره عرضيه، جاءت التسديده من كلاوديو ماركيزيو، اصطدمت الكره ايضا في دفاع فريق نادي نابولي، بالتحديد في ميشيل باسينزا، والكره تدخل في المرمى. خادع